قبل قليل تعرضت لمحاولة اغتيال داخل ساحة الأحرار من قبل شخصين سحبوا مسدس ورموا طلقة، ولكن فشلت، باءت بالفشل، ولولا تدخل المتظاهرين الأبطال كان ممكن أن أنصاب. لكن الآن أحمل القوات الأمنية في كربلاء وأحمل كل المسؤولين في كربلاء محاولة اغتيالي. تم تفجير منزلي قبل فترة والآن محاولة اغتيالي، واللي حاول اغتيالي يدعي انتمائه بالأمن الوطني. الآن سلمناه احنا القوات الأمنية لقيادة عمليات كربلاء، وهاي في مسؤولية قائد عملية كربلاء ومحافظ كربلاء وقائد شرطة كربلاء.